وقد تصدر نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة عناوين الصحف والمواقع العالمية، ونقلت الصحف عن قناة إكسترا نيوز التصريحات الخاصة لرئيس هيئة قناة السويس وكذلك المتحدث الإعلامي للهيئة. نقلت صحيفة الجارديان البريطانية تصريحات المتحدث باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت لقناة إكسترا نيوز، وأشارت الصحيفة إلى أن صفوت أكد لإكسترا أنه تمت إعادة تعويم الناقلة بعد 5 ساعات. أضافت الصحيفة البريطانية أن صفوت قال إن هناك مشكلة في أنظمة توجيه السفينة والتي تسببت في انحرافها. علقت الجارديان أن نحو 12% من التجارة العالمية تمر عبر القناة، وأضافت أنها أسرع طريق بين آسيا وأوروبا.